النهاردة هنرسم لوحة سهلة جدا أي حد يقدر يرسمها حتى لو ما رسمش قبل كده. كل اللي هنحتاجه في فيديو النهاردة 3 ألوان باستيل، برتقاني غامق وبرتقاني فاتح وأصفر، وهنحتاج معانا كمان قلم أسود. ومن غير ما نضيع وقت كتير يلا نعمل اللوحة. هنرسم دايرة في الجزء ده من اللوحة، ونجيب برتقاني غامق ونلون أول جزء من اللوحة بالشكل ده ونحدد حوالين الشمس. بعدها هنلون جزء كمان ببرتقاني فاتح وبرضه نحدد حوالين الشمس، وآخر جزء هنلونه بأصفر بكل بساطة ونحدد شكل مثلثات تحت زي كده عشان تكون الجبال. بعدها هنسيح الألوان دي كلها مع بعضها بالشكل البسيط ده ونحدد الجبال اللي تحت ونلونها كلها بأسود، وبلون بس الأبيض نعمل إضاءة في النص اليمين من الجبال كلها ونسيحه. وبعدها بقلم أسود نعمل طيور حوالين الشمس ونشيل اللزق، وكده نكون خلصنا اللوحة. أظن مفيش أسهل من كده خالص، جربوها وقولوا رأيكم تحت في التعليقات.